اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى في قناتكم الفنية قناة كوكب الفن. مرحبا بكل المتابعين الكرام، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد. مي كساب تتعرض لوعكة صحية صعبة في شهور حملها الأخيرة، إليكم ما كشفتها. مي كساب نشرت منشورا على الفيسبوك كشفت فيه عن وعكتها الصحية التي ألمت بها في الأيام الماضية، وكيف أن شقيقها شعر بالخوف وبكى عليها. وكتبت مي كساب عن مرضها قائلة: الحمد لله رب العالمين، حتى يبلغ الحمد منتهاها الإنسان بجد، ولا حاجة من غير صحتها. يا رب اديني الصحة بس عشان ولادي، 5 أيام وحشني قوي. الحمد لله انهم عدوا على خير. محمد كساب: ربنا يخليك لي حنين نفس حنية ماما، الله يرحمها يا حبيبي، قعد يعيط عشاني كأنه امي، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. محبو مي كساب انهالوا عليها بالتعليقات التي تدعو الله على سلامتها وان هذه الوعكة الصعبة مرت بسلام عليها. وكانت مي كساب كشفت عن حملها بطفلها الثالث وانها في شهرها الخامس، وذلك بعد ان لاحظ البعض زيادة في وزنها في حفل إطلاق ألبومها الأخير أنا لسه هنا. يذكر أن مي كساب متزوجة من أوكا ولهما بنتين وهما فريدة ودليدة. صدمة كبيرة للفنان وائل كفوري بعد اكتشاف حمل طليقتها. يعيش الفنان اللبناني وائل كفوري حالة من الصدمة بعد انتشار خبر حمل طليقته أنجلينا بشارة منها. وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن وائل كفوري تفاجأ بالخبر أنه انتشر أثناء صراعها حول حضانة طفلتيها. وكان النجم اللبناني وائل كفوري طرح أحدث أعماله الغنائية استشبهت فيكي في قناته الرسمية على منصة الفيديوهات الرقمية يوتيوب. وكانت الإعلامية اللبنانية ريم نجيم قد أعلنت في برنامجها الإذاعي طلاق النجم وائل كفوري رسميا من زوجته أنجلينا بشارة. فنانات تعرضن للتنمر الإلكتروني، آخرهن مها المصرية وإليسا، وهكذا تصرفن. لم يذكر المتنمرون تاريخ الفنانة السورية مع المصرية ولا أعمالها، كل ما تذكروه أن الفنانة منذ سنوات تجري عمليات تجميل فاشلة، وأنه مع كل ظهور لها ينبغي تذكيرها بأنها لم تعد ما كانت عليه من خلال تعليقات قاسية لم ترحمها. فقد أطلت الفنانة باكية وأكدت في حوار لها أنها تفكر بالاعتزال بسبب التنمر الذي تعرضت له بعد التغيير الذي حدث لوجهها بسبب فشل عمليات التجميل. وقالت خلال لقائها: بكيت كتير وتضايقت وكنت أقول غريبة، كيف الناس ما بيحسوا بالواحد ويتكلموا عن شيء شخصي ولا يخصهم بشيء. وتابعت كلامها وقالت: كنت أنقهر، إنه في كتير تاريخ وأعمال، بس برجع أقول إني أكيد الناس اللي بتكتب بشكل سيء قطعا هما ناس ما بيحبوا حالهم. ليست مع المصري الفنانة الوحيدة التي تعرضت للتنمر بسبب عمليات التجميل، كثيرات هن ضحايا التنمر الإلكتروني، تختلف ردود أفعالهن لكن في قرارة أنفسهن يشعرن بالحزن وبالهم كلما قررن الظهور أو حتى مجرد نشر صورة، يحصدن جراءها كما من التعليقات التي تتخطى حدود الانتقاد لتصل إلى التجريح والإهانة. لم تتعرض فنانة للتنمر قدر ما تعرضت له إليسا، وأكثر من مرة تجرأت وتحدثت عن هذا الموضوع مؤكدة أنها محصنة من الداخل وأنها لا تقيم نفسها من خلال تعليقات الآخرين الذي وصفتهم بمرضى الفراغ النفسي الذين يلقون عقدهم على الآخرين. تحدثت مرة عن تعليقات البعض وسخريتهم من شفتيها وقالت إن الأمر لم يعد يعنيها، كما دعت في تغريدة لها الأسبوع الماضي الجميع بأن لا يتأثر بالتعليقات السلبية بعد أن قامت بنشر صورة حصدت تعليقات مهينة في حملة بدت منظمة للنيل من معنويات الفنانة.
نوال الزغبي. لطالما اعترفت الفنانة نوال الزغبي أنها ندمت على إجرائها عملية تجميل لأنها لم تكن بحاجة إليها، ولطالما نصحت النساء بعدم اللجوء إلى هذه العمليات إلا في حالة الضرورة القصوى، ورغم موقفها من العمليات التي لم يعد بإمكانها التراجع عنها ولا إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، فإن نصيب نوال من التعليقات الجارحة كان أكبر من طاقة أي فنانة على التحمل. تعليقات مهينة لا ترقى إلى الأخلاق بصلة، ونوال تتجاهلها بكل ما أتيت من صبر، حتى أنها لم تشتبك يوما مع مطلق التعليقات وتعاملت معهم كأنهم غير موجودين. كذلك لم تسلم هيفاء وهبي من التعليقات المهينة في كل مرة تنشر فيها صورها، مقارنة بين ما كانت عليه وما صارت عليه بعد عملية التجميل. سخرية من صور المراد منها لفت الأنظار وإثارة الإعجاب. تواجه هيفاء وهبي التعليقات المهينة أحيانا وتتجاهلها أحيانا أخرى، وأحيانا تضطر لإلغاء خاصية التعليقات على الإنستغرام، حتى أنها قامت قبل مدة بتحويل حسابها على تويتر إلى حساب خاص، مع ما قد يتسبب بها هذا الأمر من إلغاء التوثيق. وقد قامت هيفاء مرة بالرد على التعليقات المسيئة من خلال رسالة قاسية بمضمونها: فرأت أن البعض لا يليق به الصور الجميلة ولا يستحق سوى رؤية مشاهد الدمار. أما الفنانة الإماراتية أحلام، منذ مدة طويلة قررت الفنانة أحلام أن تنتهج أسلوب المهادنة وباتت تتجاهل التعليقات المسيئة، إلى أن الأمر استغرق وقتا طويلا لتعتمد الفنانة هذا الأسلوب، فمع كل صورة تنشرها أو تغريدة تكتبها كانت الفنانة تتعرض للتنمر والاتهامات بأنها غيرت شكلها بعملية التجميل، جعلتها امرأة أخرى لا تشبه نفسها. صورت أحلام أكثر من فيديو ساخر من المنتقدين كانت تؤكد خلالها أن جمالها طبيعي وأن المنتقدين غيورين يتمنون أن يحظوا بما تحظى به وأنهم ينتقدونها بسبب عقدة النقص. أما الفنانة المغربية دنيا بطمة، فالفنانة تتعرض دائما لحملة تنمر قاسية بسبب التغييرات التي طرأت على شكلها بعد عملية التجميل. دنيا لا تهادن ولا تستطيع الصبر، وتدخل في حروب ردود مع المسيئين، وتحاول أحيانا نشر الصور تقول إنها من دون مكياج لتشير إلى أن جمالها طبيعي، إلا أن حملة التعليقات لا تهدأ وتضع الفنانة في خانة الحروب المدسوسة التي تشن ضدها. مايا دياب، وفي إحدى مقابلاتها قالت الفنانة إنها لم تخضع سوى لعملية واحدة في أنفها، الأمر الذي عرضها لحملة تنمر من قبل معلقين قارنوا بين شكلها الحالي وما كانت عليه قبل سنوات. مايا التي تتمتع بشخصية قوية لم تعر الانتقادات اهتماما، وواجهتها العام الماضي بصور من دون مكياج التقطت لها على شاطئ البحر على أغلفة إحدى المجلات. أرادت من خلال هذه الصور أن تقول للنساء: تصالحنا مع أشكالكن، إلا أن الانتقادات لم ترحمها. البعض رأى أن جمالها تبخر في الصور، والبعض الآخر رأى أنها ظهرت بمكياج خفيف وبفوتوشوب أخفى عيوب البشرة، وأن الإيحاء بأن الصور طبيعية خادعة للجمهور. فما رأيكم أيها المتابعون الكرام بهذا الموضوع؟ أتمنى أن أرى تعليقاتكم في الوصف، ودائما أعدكم بالجديد عبر قناتكم الفنية قناة كوكب الفن، فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وكذلك تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد. أستودعكم الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.